التقرير بيقول حسب اللي تم رصده من كاميرات المراقبة اللي موجودة في موقع الجريمة إن السيدة ليل كانت بالفعل بتتكلم مع المجني عليه بالحسنى. الأمر تطور بعد كده لمشادة كلامية بينهم، فقام المجني عليه بالتطاول عليها، فقامت هي بفعل مضاد لفعله، أي أنها كانت مجرد رد فعل ليس أكثر. لذا فليس هناك أي نية مسبقة للقتل، وليس هناك أي إعداد لذلك. بعد إذنك يا سعادة القاضي، بعد إذن هيئة المحكمة الموقرة، أنا موجودة هنا لأني محامية موكلة عن الدفاع عن المتهم، بس أنا بنتها. اسمحولي إن أنا دلوقتي هتكلم بصفة إني بنتها. الست دي تعبت وشقيت علشاننا، الست دي عمرها ما أخدت حق مش حقها، الست دي علمتنا ان احنا نكون حقيقيين وواضحين مع نفسنا.